هؤلاء مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كما أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن يطلق عليهم اسم أصحاب الهمم، جاءوا برفقة عائلاتهم إلى هذا المكان لتكون لهم بصمة وحضور في شهر الخيرات والبركات رمضان الفضيل. طبعا هي مبادرة طيبة، وهذه المبادرات متعارف عليها منذ القدم في مجتمع دولة الإمارات. السحور الرمضاني أو المجالس الرمضانية هذه مبادرات جميلة جدا ومتعارف عليها في مجتمع دولة الإمارات، وما زلنا نحن محافظين على هذه المبادرات الطيبة. هذه المبادرة الطيبة إن دلت تدل على أيضا مدى الدعوة أو تلبية الدعوة من قبل المؤسسات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام لمطالب قيادة دولة الإمارات عام الخير 2017. كل الشكر لجمعية أهالي أصحاب الهمم، تشريفي وجود بينهم وسام شرف. حضروا إلى هذه القاعة في مجلس ضاحية مغادر بالشارقة لمشاركة جمعية أهالي ذوي الإعاقة سحورها الخيري السنوي الذي تنظمه في هذا الشهر المبارك، والذي اشتمل هذا العام على محاضرة عن كيفية صناعة السعادة من جمعية الإمارات للإيجابية والسعادة. قمنا بعملية السحور لأعضاء جمعية أهالي ذوي الإعاقة، وقد حضروا طبعا عدد الحمد لله لا جيد نعتبره بالحضور في هذه الليلة، وقد ألقيت الأستاذة عائشة الجابري من جمعية الإجابة والسعادة محاضرة قيمة تبين فيها الأمور التطوعية والأمور سعادة كيف سعادة البشرية أو سعادة الإنسان. أهالي ذوي الإعاقة بالشارقة تسعى من وراء تنظيم هذا النشاط السنوي الذي يلقى قبولاً ممتازاً من الأهالي وحضوراً لافتاً منهم إلى نشر كافة معاني الفرح والسرور في نفوس أصحاب الهمم وعائلاتهم، سيما ونحن نعيش في شهر تفيض فيه البركات. احنا النهاردة في المبادرة بتاعت السحور بنعملها كل سنة مع أولياء المعاقين اللي هم ذو الإعاقة، فكل سنة بنشارك. فالنهاردة اليوم بتاع يوم السعادة، شاركنا في السحور ويا رب يكون في مزيد من المشاركات، وكل سنة وهم طيبين ودايما في التقدم، وربنا يا رب يوفقهم عشان ولادنا، وربنا يسعدهم يا رب، ويفضل كل يوم كده يوم سعادة في السنة كلها، تبقى كلها سعادة إن شاء الله. هذا العام أطلق عليه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظ الله ورعاه عام الخير،
وهذا طبعا أمور إيجابية يتفاعل معها المجتمع، وخاصة إحنا أولياء أمور المعاقين. طبعا نقوم بأعمال كثيرة من أجل مساعدة أهالي ذوي الإعاقة، لأن إذا كان إحنا ساعدنا ولي الأمر هذا يرد إيجابيا على ذوي الهمم. فطبعا إحنا لدينا طبعا أمور كثيرة، نقوم بعدة أهداف وفقا للاستراتيجية المرسومة ووفقا لما يقره مجلس الإدارة في هذا الشأن. بركات وحسنات أهل الخير من أفراد ومؤسسات وجدت طريقا لها، فقد صبت في ميزان أعمال الجمعية التي تبرعت بها مباشرة على شكل كوبونات شرائية أو مي رمضاني وكسوة عيد وغيرها إلى أصحاب الهمم وعائلاتهم، حتى لا يشعروا أنهم بمفردهم في هذا المجتمع. كل عام أنتم بخير. احنا في هذا الشهر الفضيل كل سنة نسوي حق أهالي ذوي الإعاقة السحور معتادين عليه، لنجعل لهذه الأهالي الفرحة والسرور، ونكون احنا دائما معاهم في كل الأوقات، وليس بس أوقاتهم أنهم يكونون في مرضهم، في سعادتهم، في فرحهم، احنا دائما معاهم في هذه الجمعية. وأشكر أنا رئيس الجمعية والأستاذة فاطمة سجواني بصراحة على هذه المبادرات اللي احنا نعملها لأهالي ذوي الإعاقة. هذا المجتمع المتميز، مجتمع إمارات الخير والعطاء، أولى أصحاب الهمم وعائلاتهم اهتماماً منقطع النظير، حتى أصبح نموذجاً يحتذى به في كافة أنحاء العالم، ومضرباً للأمثال يحكي عنه القاسي والداني. عملنا لقاء أو ندوة بعنوان صناعة السعادة، وشاركت معنا جمعية السعادة والإيجابية من أبوظبي، ما قصروا مع الأستاذ عاشة الجابري، كانت المحاضرة رائعة جدا. طبعا المحاضرة نصب مضمون المحاضرة على كيف نصنع السعادة لأولادنا من أصحاب الهمم. استمتعوا الأهالي وايد بهالمحاضرة، ومن الكلام اللي انقال ومن المعلومات اللي انعطت استمتعوا الأهالي بتواصلهم معنا. وهذه طبعا السحور الرمضاني هذا نشاط واحد من مجموعة الأنشطة اللي تقوم فيها الجمعية على مدار العام، لأن الجمعية أساسها هي تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهالأسر، وبالتالي احنا دائما مبادراتنا مع الأسر، وإن شاء الله دائما بتكون على طوال السنة عندنا مبادرات أخرى ومشاركات أخرى علشان نعطي حافز لأسرة أصحاب الهمم إنهم موجودين معنا وبصمتهم موجودة في المجتمع معنا. جمعية أهالي ذوي الإعاقة، أو إذا أردنا حسب تسمية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جمعية أهالي أصحاب الهمم استلهمت رؤيتها في أن الجميع يعتبرون أسرة واحدة تشارك المجتمع في مسؤولية الأبناء من ذوي الإعاقة، من إيمان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأن الأسرة هي أساس المجتمع، ومن حرص سموه على تطوير الخدمات المقدمة لشريحة المعاقين والمحافظة على مكتسباتهم وتحفيزهم للتفوق والإبداع.
وما زلنا مع جمعية أهالي ذوي الإعاقة نشهد على أنشطتها ومبادراتها المتعددة، وهذه المرة مبادرة العيديات التي وزعتها الجمعية واستفاد منها 30 طفلاً معاقاً من 30 أسرة محتاجة ومتعففة، وبتبرع سخي من مجموعة من الأمهات متطوعات في الجمعية ممن ليس لديهن أطفال معاقين، هن وأطفالهن تبرعوا بهذا المبلغ الكبير الذي تم توزيعه كعيديات على هؤلاء الأطفال المعاقين كنوع من أنواع بناء جسور المحبة والتراحم بين الأطفال الأسوياء والأطفال أصحاب الهمم. اليوم كانت مبادرتنا في جمعية أهالي ذوي الإعاقة عن عيدية لأولاد من أصحاب الهمم. جت المبادرة هذه من فريق عندنا متطوعين يسمونه فريق عيال زايد، مجموعة من الأمهات ويا أولادهم، مهمتهم إن هم يعملون مثل ما نقول أعمال إنسانية، ومن ضمنهم إن هم يقدمون لأصحاب الهمم بعض المساعدات والخدمات. كانت اليوم عيدية اللي عندهم هم يوزعونها على أولادنا أصحاب الهمم. إحنا فريق عيال زايد اللي متكون من 15 طفل، الحمد لله كل سنة نعطي أصحاب الهمم في جمعية أهالي ذوي الإعاقة عيدية العيد. صار لنا الحين تقريبا 4 سنوات، كل سنة كنا أولا إحنا نذهب لبيوتهم لأصحاب الهمم. السنة هذه سويناها في مقر الجمعية، حسينا تكون أفضل وأحسن للأهالي، وكل عام وبخير يا أصحاب الهمم، وإن شاء الله يعودها علينا كل عام كل سنة إن شاء الله بإذن الله. وفي نفس المكان مقر جمعية أهالي ذوي الإعاقة، وفي نفس التوقيت وزعت الجمعية مير رمضاني على مجموعة من أسر الأطفال أصحاب الهمم المحتاجة والمتعففة هذا المير تبرعت به لصالح الجمعية جمعية الإحسان الخيرية كمساهمة منها في إيصال المساعدات إلى كل الأسر المحتاجة في هذا الوطن الغالي. طبعا انا بحب اشكر جمعيه ذوي الاعاقه لانها ما شاء الله عنها، يعني عندها يعني عندها شعور بالاهالي، وكانها هي يعني احنا ما بنحس ابدا باي تقصير، باي ما بنحس ابدا باي نقص، لانه صراحه يعني الجمعيه محاطه بجميع ذوي الاعاقه، بتهتم في ادق التفاصيل، وخاصه عندنا مسؤوله الجمعيه اللي هي الاستاذه فاطمه السجواني، الحمد لله رب العالمين احنا بنحسها كانها الام الحنون، لانه ما بتقصر معانا ابدا، بتتفقدنا حتى لو احنا نسينا هي ما بتنسانا ابدا. طبعا احنا هلا في مناسبه رمضان، شهر رمضان المبارك، طبعا ما شاء الله الجمعيه قدمت المير رمضان، واحنا نشكرهم على اهتمامهم وعلى رعايتهم لنا وعلى اهتمامهم بأدق التفاصيل لنا، وعنا قدموا طبعا في نفس هذه المناسبة كمان عيدية لجميع أولياء الأمور لهم ذوي الإعاقة. وطبعا احنا في دولة الخير، في دول بلد الإمارات كلها إن شاء الله يضل الله يديم عليها الأمن والأمان، وينعاد عليكم هذا الشهر الفضيل مرات ومرات إن شاء الله يا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما بينسى البلد الخير والمعطاء، دائما بتقدم يعني الإيد المباركة، هي إيد مباركة سبحانه وتعالى الله ما بينساها. في مبادرات جميلة في الجمعية زي الميل الرمضاني والرحلات والعيدية وغيرها الكثير، وأنا مبسوطة بالجمعية.